السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة هنعمل رقاب التنانين اللي هي رقاب الرومي، ان شاء الله تكون جميلة وهنوريها لكم دلوقتي. وهي دي بعد ما غسلناها بالليمون والخل، هو ده شكلها. ومعاها طبعا هنا كبد وقوانص بط زي ما انتوا شايفين، ودي هي رقاب الرومي. ان شاء الله تكون جميله. اهي دي راس الرومي، وان شاء الله تطلع جميله، وهنوريكم واحنا بنعملها، تابعونا. ودلوقتي هننزل البصل الاخضر، ومعانا هنا جزر بسيط عشان يدي بس طعم. طبعا معانا هنا البرغل، الاتنين دول هينزلوا مع بعض على النار عشان نعمل الحشوه بتاعه الرقاب الرومي العملاقه. ودلوقتي يا جماعه احنا حطينا حته سمنه بلدي، وهنحط عليها عشان رشه زيت زيتون بسيطه، وطبعا بعد ما يسيحوا كويس في الوعاء هنحط عليهم الجزر والبصل ودلوقتي السمنة قدحت، وهنحط البصل والجزر، بصل أخضر. والبصل ما تنسوش يبقى أخضر. ودلوقتي يا جماعة هنحط الدقة الخلطة الجميلة بتاعتنا. ودلوقتي معانا قرن فلفل حامس، معانا هنا جنزبيل جدر، طبعا دول هيدقوا بالهون. ومعانا هنا حتة دقة بالفلفل، دقة ثوم بالفلفل. وهنوريكم هنحط توابل ايه. دلوقتي هنحط التوابل بتاعتنا، وهنحط نص معلقه من كل نوع من التوابل الجميله بتاعتنا. وهنحط هنا معانا اول حاجه وهو النعناع، لانه بيدي طعم جميل جدا في الاكل. نص معلقه، ومعانا هنا الفلفل الاسود بيدي ريحه وطعم اهو. ومعانا هنا كمان البردقوش، لانه بيدي ريحه وطعمه برده جميل جدا في الاكل. هنحط برده نص معلقه. ومعانا هنا برده ملح، هنحط نص معلقة ملح. ومعانا هنا برضو بهارات الفراخ، لأنها تدي ريحة وطعم. ومعانا هنا كزبرة جميلة جدا في أي أكل، نص معلقة برضو. ومعانا هنا آخر توابل معانا، وهي الكمون. الكمون آخر توابل معانا. وهندقهم ونرجع لكم عشان نوريكم. دلوقتي يا جماعه البصل والجزر، البصل الاخضر والجزر خدوا تشويحه حلوه، ودلوقتي هننزل عليهم بالبرغل.
طبعا هنقلب. لو انتوا شايفين كده بيخشوا في بعض. دلوقتي كده قلبناهم وهنرجع لكم تاني بعد ما يتشوحوا تشويحه حلوه مع بعض. دلوقتي بعد ما دقينا الخليط بتاعنا اللي هو التوابل على الفلفل على الجنزبيل الجزر مع الثوم بالفلفل، طبعا ده شكلها بعد ما خلصت. وهنشوف هنعمل ايه تاني وتابعونا. ودلوقتي دي الطماطم بعد ما هرسناها، وطبعا هننزل عليها بالدقه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنكمل وننزل كل الدقة كويس عشان تكون طعمها جميل. وطبعا يا جماعة هنحط معلقة نشا، وكمان احنا اول مرة في مصر حد يعمل البرغل في النار. احنا طبعا هندخله في النار، وعشان ما يتحرقش هنحط له معلقة نشا عشان يكون جميل وطعمه محرمش وجميل، وكمان عشان ما يتحرقش هنحط له معلقة واحدة نشا اهو. دي طبعا نشا. عشان تخرمش وتكون جميلة طبعا. حلو كده اللي انا حطيته ده، طبعا كمية حلوة. بس كده طبعا هنقلبهم في بعض. زي ما انتوا شايفين كده تقليبه حلوه عشان يخش في الفريك بعد ما يخلص. طبعا النشا دي يا جماعه هتكون جميله جدا ومش هتخليها تتحرق، واول مره حد في مصر يدخلها النار اللي هو البرغل. نتكلم كمان ان احنا اول ناس نعمل، لا احنا اول ناس نعمل رقاب رومي محشيه برغل على الفحم. كمان احنا اول ناس نعمل رقاب رومي بالبرغل في الفحم. بص البتاع ده اللي لما انا رحت اقول لك كده الحتت دي اقطع الحتت اللي انا رحت مش هقول لك حد اتكلم فيها دي كمان حبيبي لما انتج وعرفت. ايوه ادي المنتج ده تمام. نشفت الماء اللي فيها له طبعا. بدا يطلع. دوقيني دوقيني. استنى عشان هقول حاجه حبيبي. استنى عشان هقول حاجه حبيبي. ودلوقتي هنوريكم واحنا بنحط الخلطه بتاعتنا على البرغل بالبصل والجزر. وطبعا يا جماعه ما تنسوش ان انتوا تحطوا معلقه خل عشان بتكون حلوه في السلطات دايما.
معلقه خل واحده كبيره. طبعا هنقلبهم في بعض عشان ننزل بيهم على البرغل الجميل بتاعنا اللي هيتحشي بيهم الرقاب العظيمه. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنقلب اهو الخل، معلقه الخل اللي احنا حطيناها في الخلطه بتاعتنا. طبعا هننزل بيها على البرغل زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما حطينا كويس هنقلبهم. ونقلبهم تقليبة كويسة. بعد ما نقلبهم هنسيبهم يبردوا عشان نحشي بيهم الرقاب العملاقة. تابعونا دلوقتي يا جماعة. بعد ما البرغل برد هوريكم دلوقتي الخلطة الأخيرة اللي احنا هنعملها عشان ننزلها على البرغل. طبعا معانا هنا بصلتين مبشورين ناعمين خالص اهم زي ما انتوا شايفين، ومعانا مكونات السرية الجميلة اللي بتدي طعم وريحة جحدين في الشوي. معانا هنا طبعا معانا هنا أول حاجة دبس رمان، طبعا هننزل هنحط معلقتين كبار فقط من دبس الرمان. مش عايزين نزود. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا بنحطهم اهو، وادي اول معلقه ننزل بيها زي ما انتوا شايفين. طبعا ننزل بتاني معلقة وننزل بيها على البصل برضو. طبعا معانا تاني حاجة هنا هو صويا صوص الصيني. طبعا احط معلقتين فقط مش هنكتر دي، بس عشان انزل دبس الرمان اللي في المعلقه ده كده. نزلناه زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنزل معلقتين صويا صوص. ادي اول معلقه وادي تاني معلقه. طبعا معانا هنا تالت حاجه وهي خل العلب. ادي خل العنب هنحط منه معلقتين برضو زي ما انتم شايفين كده. ادي معلقة وادي التانية. طبعا معانا اخر حاجه واللي هي باربيكيو صوص، وطبعا دي وقتها لسه ما جاش وهنعملها لكم مفاجاه. تابعونا عشان نوريكم بعد ما دي ما تتقلب وتخلص هيكون شكلها عامل ايه. دلوقتي بعد ما قلبنا البصل بالصوصات العجيبه بتاعتنا هننزلهم على البرغل بعد ما يبرد.
كده وهنقلبهم تقليبه جميله وحلوه جدا عشان كله يخش في قلب بعضه كويس. دلوقتي هنقلبهم في بعض تقليبه حلوه، وبعد ما يتقلبوا هنرجع لكم ونوريكم شكلها النهائي بقى عامل ازاي. دلوقتي ده شكل البرغل بعد ما خلص بالصوص وبالحاجات العجيبه اللي احنا عملناها اهو. طبعا شكله بقى جميل جدا وريحته تجنن تجنن بجد، ريحته بجد تجنن، وان شاء الله تطلع جميله. ودلوقتي هنوريكم واحنا بنحشيها في الرقاب الرومي العملاقه. ودلوقتي هنبدا نحشي الرقاب العملاقه الجميله بتاعتنا، وهنوريكم احنا بنحشيها ازاي بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بتتحشي من عند الجلد. نفتح الجلد ونحشي الرقبه الرومي زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتطلع جامده خرافيه وجامده، يعني ما مش تقدروش تصدقوا الطعم الجميل اللي بيطلع في الاخر. طبعا متى ما بدات تبان من الناحيه الثانيه لازم نوقف على كده عشان ما تبظش ولا تخرج بره. طبعا هي خلاص كده بقت جميله. طبعا نركنها على جنب، نحطها دلوقتي في الطبق الجميل بتاعنا، ونخش على واحده غيرها اهو. طبعا نحشيها زي ما انتم شايفين كده، واول ما تبدا تبان من الناحيه الثانيه نبدا نوقف حشو عشان ما تبصش مننا. طبعا زي ما انتم شايفين لسه ما بنتش، احط لحد ما تبان. ايوه بس لسه عايزه كمان بس. متى ما بدات تبان من الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده يبقى اوقف حشو اللي بقى. طبعا معانا واحنا ثانيه اهي الرقاب رومي عملاقه، ونبدا نحشيها بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده. انتم شايفين كده بنحشيها، هي اصلا سهله ومش متعبه خالص وما فيهاش اي تعب. حشيها ده بيكون سهل جدا. طبعا نحشي الرقبه من جميع النواحي عشان تكون متغذيه بالخلطه الجميله اللي احنا عاملينها دي. طبعا محتاجين نحشيها من كل جانب، يعني ما نسيبش حته طرطوفه كده ما فيهاش. طبعا لازم نعمل في كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده، ونحشي الرقبه عشان تطلع جميله معانا. زي ما انتم شايفين كده طبعا هي عشان الجلد واسع طبعا هتحتاج تاخد كمية حلوة عشان لحد ما هي من نفسها تستكفى نوقف التعبية على كده. انا ما اتكلمش انا كده بعد ما يعني اخد بس اللي انا عايزه وبعد كده اتكلم براحتك، ولا هبقى اقطع الحتة دي ليه بقى؟ عشان انا عايز اكمل انا كمان بقى. انت تفاهم طيب. ودلوقتي قربت تتملي خلاص. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده قربت تتحشي على الاخر اهو. طبعا هي ريحتها تجنن. طبعا كل ده هيخش الفحم في الفويل، فطبعا هتكون جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا.
بالذات الحاجة على الفحم بقى بتطلع ايه راهو ملهاش حل بقى. طبعا انا بحشي كل الجوانب زي ما قلت لكم، طبعا في جنب هنا لسه ما خدش زي ما انتم شايفين كده بياخد مني كل ما بديله. طبعا اول ما الاقي الجنب التاني بدا يبوظ اوقف على كده، اعرف ان هي اتملت على عينها خلاص. زي ما انتم شايفين كده بتتعملي اهو، بصوا لسه بتتملي اهي. طبعا نكمل الاطراف اللي ما خدتش. ونعبي كل حته ما خدتش، والحتت اللي ما خدتش لازم نديها عشان يطلع لذيذ معانا. طبعا نعبي كل حته فيه عشان تطلع الرقاب معانا جميله جدا. وانتم شايفين انا بحشي اهو، بحشيها الخلطه اللذيذه بتاعتنا اللي احنا صنعناها مع بعض، قعدنا نعملها مع بعض. طبعا هو حلو انه بياخد خلطه كل ما اديله، هديله الناحيه التانيه شويه لان الناحيه التانيه فاضيه سنه، هديله من الجناب كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي ما شاء الله بتاخد وطالعه الجنه، يعني طالعه الجنه بجد بمعنى الكلمه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الرقبه خلاص خدت كتير جدا، يعني خلاص بصوا الرقبه اتنفخت. فطبعا كده دي خلصت، وتابعونا عشان تشوفوا التفاصيل اللي هتحصل، وتابعونا عشان تشوفوا التفاصيل اللي هتحصل. بس تابعونا دلوقتي. انا طلبت من ماما تساعدني على ما انا اروح اجهز حاجه تانية مفاجاه، وان شاء الله المفاجاه دي تطلع جميله، وبرده هتكون مع الرقاب الرومي العملاقه. دلوقتي انا طلبت من ماما تساعدني وتلف لي الرقاب في الفويل، وتحتيها طبعا طبقه من شرايح الطماطم الرقيقة تكون تحت الرقاب عشان ما تتحرقش، وتكون كمان طعمها جميل وتديها طعم حلو. دلوقتي ماما هتعمل لكم الرقاب، هتلفها دلوقتي في الفويل وتوريكم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ سمير النهارده دبسني تدبيسه ما يعلم بها الا ربنا، ولقيته بيقول لي يا ماما انا عايز نفسي اكل الرقاب الرومي، نزلت جبتها له، ودي بتبقى حاجة جميلة جدا ما شاء الله مليانة لحم، وطلب مني كمان ان انا اساعده، هو حابب يعني ان هو اللي يقدم لكم الاكلة الجميلة دي، بس انا قمت بمساعدته في اخر حاجة بس عشان الف له الرقاب في الفويل وتنزل الفحم وشرايح الطماطم دي زي ما قال لكم علشان خاطر ما تتحرقش في الفحم، وفي نفس الوقت بتديها طعم وريحه وتخليها طريه. حطينا طبقه شرايح زي ما انتم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد رقبه الرومي كده، هنيت طبعا دفيتها بالخلطه، وهو اكيد قال لكم على الخلطه بالتوابل الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عادة الرومي يعني في ناس كتير بتسلقه وتحمره، في ناس بتنزله طاجن، على حسب. احنا قلنا نعمل حاجة جديدة وننزلها الفحم عشان انتوا زي ما انتوا فاهمين وعارفين ان احنا بنقدم لكم كل جديد، بس يا رب يعجبكم، وعايزاكم تقولوا رأيكم ايه، ونشجع عبقرين وسمسم. عامة
الاكل اللي على الفحم ده بيبقى صحي ولذيذ جدا. انا ما اعتقد يعني ان فاكرين الطاجن بالعصافير اللي عملناه كان حاجه تحفه وطعمها جميل جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله رقاب الرومي عامله ازاي، حاجه كده عظمه. طبعا لازم نلف الجناب، واحنا بنلف الفويل بالرومي علشان خاطر مفيش حاجة تخرج بره وفي نفس الوقت تستوي كويس، وطول ما هي ملفوفة بالفويل نضمن ان هي ما تتحرقش. ان انتوا عارفين ان الفويل بيشيل درجة حرارة عالية وبيحافظ على الحاجة جوه، خلطة وقعت حاجة اتعملت يبقى ايه ما تهدرش حاجة. وبنلفها كده زي السندوتش عشان تنزل الفحم تستوي. وده كده بعد ما لفناها، وهكملهم كلهم وارجع لكم تاني قبل ما ينزلوا الفحم. دلوقتي بعد ما ماما ما خلصت مساعدة ليا وخلصت الرقاب لفها في الفويل، طبعا ده بقى شكلها وجاهزة انها تخش الفحم عشان تطلع لذيذة. طبعا عايزة انتم شكلين جميلة جدا. ودلوقتي هنوريكم المفاجأة اللي انا كنت بقول لكم عليها وان شاء الله تعجبكم، وهنعملها برضه في الفويل زي الرقاب بالظبط، وهنوريكم هنعملها بايه، وهي كبد وقوانص البط وقلوب البط. طبعا ان شاء الله تعجبكم، وهي هتكون جميله جدا جدا جدا. طبعا اول حاجه نعملها هي الفرشه الارضيه، شرايح طماطم زي ما كنا بنعمل في الرقاب برضو، نفس القصه برضو ما بعدناش كتير يعني. اهو زي ما انتم شايفين بنعمل الارضيه اهو، طبعا دلوقتي احنا عايزين نحط الخلطة السحرية بتاعتنا، طبعا دول اللي اتبقوا. طبعا هنبدأ نعمل بيها القوانص والكبد زي ما انتم شايفين كده اهو، ارصها يعني بحط في قلبها حبة كده زي ما انتم شايفين، وارصها على الطماطم زي ما كنا بنعمل في الرقاب بالظبط، ما بعدناش كتير يعني اهو. ادي فيها خلطه جميله اهي، بنحاول نقلل عشان تكفي الباقيين، وان شاء الله هتكفي واكيد هتكفي. طبعا ان شاء الله 100% هتكفي، والحمد لله كفت كفوا. بصوا بالسنتي اللي رقاب وكفت كبد وقوانص البط. ودلوقتي هنوريكم احنا بنعمل ايه. طبعا ده شكلها بعد ما خلصت اهي. ودلوقتي هنوريكم واحنا بندخلهم الفحم مع بعض. انا مشيت لك البتاع، ودلوقتي دي اكله العفريت تتنطط تنطيط
الرقاب بالبزراميط. يلا بينا ناكل، انا هموت من الجوع. المساكة فين؟ وربنا جعان. المساكة عند ابو مساكة، والبتنجانة عند ابو خضارة، ولا ايه يا عم يوسف؟ عودي يا هميس. اويا ارجع يا يوسف لكنبتك. اويا جنب سمسوم اخوك. اغسل دواجي، اغسل كل حاجة وانت جاي. حكم فجدي. وانت هتاكل ايه؟ انت سيدك. استنى كده اجيلك زي الدوش. ها بتعمل ايه؟ قاعد مستني الطعام، مستني الفرج من عند ربنا. هنعمل دلوقتي زي عمرو دياب في الاغنيه بتاعت البنت اللي كانت الكتعه خطفاها. حرام. مين رايح له فين؟ ده رايح فين؟ ايه ده يا عم؟ اختار طبقك انت وشوف انت الدنيا ماشيه ازاي. امسك يا رب اختار طبقي. في ايه اللي هناك؟ طبق يميني. طيب هو برضه كله رقاب اهو. كله رقاب؟ اه. هي دي مش دي، دي مش راس دي. لا مش راس. لا مشت. يا ماما اعطيني. ناكل قطعه ليس بها راس، لانني لا اعرف ان استطيع ان اكسر المخ. اوه لا اعرف كيفيه وجود المخ. الريحه يا بابا. يا ماما يا ماما يا ماما اوعى اوعى. يا ابني بقى السرفيس اللي معاك ده، اوعى الفحت يجيبك تحت. اديني هاتي لي بقى شوكه وسكينه بقى كده. اه ده ادي السبير ده. ايه ده؟ رقبه برضو؟ اه ادي يا حاج. ده الحش انت حشيته. ما عرفش انا برضه. ده ما ده اللي انت حشيته الكبير ده، العملاق. مش عايز العملاق. انا ده انا اديني. لا على فكره خلي بالكوا البتاع، هتلاقي الورق الحراري ده سخن جدا. ايوه تعامل يا يوسف، تعامل يا يا. بس المشكله ان ده براسه مش عارف. براسه ايه يا ابني؟ ده انت حرف اكل روس، وتقعد تطلع لي المخ وتديني منها. اوف الحته هجعت. بص الرمان عامل ده لو ما عجبتكش خد بتاعتي، يعني ابدل اهو بتاعتي يا ستي. عادي يا اختي، بطلي تضحيه بقى. اقعدي بقى يا ماما الحنينه شويه وكلي بقى. واحده في السبع عايشه على الماء الساعه. يلا يا واد وصلت ليه انت يا زغنن؟ انا معايا ربنا. معاك ربنا. بس يا بابا دي بقى الكبده. ربنا يقويك يا ابني. ايوه الله. كبده كمان. كبده وسجق ولا كبده وقوانص؟ وده الواحد اللي استبنى. اه تمام. ده اللي استبنى. اه انا باخد ايه ده بقى؟ انت من نصيب يا استبنى. بابا ايه؟ ما استواش مين يا غفول؟ الاستبن ده من نصيب. انه ابو اللزازة بالحساسة. هاتلي بقى يا ابني السوس. طلع لي يا ابني السوس. رش عليه السوس كده وانت بتاكل بالملعقة السيدة ملعقة. ايوة. خد يا ريس المكسيكو والتاني الايطاليانو. سخن لك عيش. امي هاتلي سكينة. اكتر من العيش اللي عندنا ده. انا عايز بحب العيش المحمص ده اكله معاكي. طيب ليش اوكي؟ انا بقول لك خد راحتك وانا بسخن تاني كده. عايزك تدوق تقول لنا ايه رايك يا اخ شمشوم، مع ان انت اللي عامله. يعني احنا اللي هنقول لك راينا. بتعمل ايه يا ابو اللباليب؟ بفتح البتاع. المكسيكو سوس ده كاتشب مكسيكي يا ولا. بص بقى انت بقى تفتح وتتعامل على ما كده. بصوا بقى اللحظه البتنجانيه الافريقيه الهنديه. ماشي زودي عيش. سلام بابا. انظر الى اللحظه. سلام على العيش المحمص على الفحم. اوعى واح. اديني ولا تغديني. بابا صور بقى اللحظه البتنجانيه. انت انت ران وا يا عم. تان 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 تان. يا عم بقى بتعمل ايه يا عم؟ انت بتضل ايه؟ عايز تشوف؟ شوف انا بعمل ايه في الكاميرا من فوق. اتفرج من فوق عشان تفهم. تيريري 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 ترام. حط السوز بقى. هبدا. ثلاثة اثنين يا بابا. هبدا ثلاثة اثنين واحد. ايوه
يا ماما اديني خلاص انت جاي لقد وضعنا كثيرا من السوس لكي نستطيع ان ناكله بالهناء والشفاء. اوعى يا زميلي اوعى، هو ده الحب الحقيقي. عامل ايه يا اخي يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله انت بخير. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله انت بخير. الحمد لله. طب بصي كده، ان 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 ديري ودي كانت نهاية أكلة سمسم النهاردة اللي رقب التنين الأزرق. وتابعونا يا جماعة، تابعونا يا جماعة. أنت مش قادر حتى تكلمهم، بص لهم. طيب مش وقته؟ أيوة أنا عارف يا ابني. أنت كمان بصوا لهم يا رجال. ماشي، مع الوداع. يا اما يلا يا الهام لحظه العيال هاكلونا، يلا اللي فاضل هياخدوه. مالك يا يوسف؟ انا اتحولت لصيني. اتحولت لصينيين؟ مش بقول لك هاكلونا؟ يلا هي وصلت لايه؟